بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح ابن فوزان الفوزان. حلقات من أحكام القرآن الكريم للشيخ صالح ابن فوزان الفوزان. تفسير سورة آل عمران. الدرس 12. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. نستكمل الكلام على قوله تعالى: كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم وشهدوا أن الرسول حق وجاءهم البينات والله لا يهدي القوم الظالمين. يؤخذ من هذه الآية عقوبة من ارتد عن الإسلام بأنه قد لا يرجع إليه، أن من ترك الحق بعد معرفته فإنه يحرم من الرجوع إليه عقوبة له، وهذا مما يوجب على من تبين له الحق المبادرة بقبوله والانقياد له، لئلا يحرم منه ويموت على غيره فيكون من أهل النار. والردة تؤخذ من قوله تعالى: كفروا بعد إيمانهم. كفروا أي جحدوا رسالة الرسول صلى الله عليه وسلم بعد إيمانهم بأنه رسول الله. فمن ارتد عن دين الإسلام بارتكاب ناقض من نواقض الإسلام، ونواقض الإسلام كثيرة ومتعددة، فمن ارتكب ناقضا منها فإنه يكون قد ارتد عن دين الإسلام وكفر بعد إسلامه. والمرتد يجب أن يتخذ معه الإجراء اللازم. قال صلى الله عليه وسلم: من بدل دينه فاقتلوه. قال عليه الصلاة والسلام: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: النفس بالنفس، والثيب الزاني، والتارك لدينه المفارق للجماعة. فالمرتد يجب قتله لأنه عرف الحق وتركه وتلاعب بدين الله عز وجل، فهذا لا يصلح للبقاء لأنه متلاعب بالدين، ولأنه يكون قدوة لغيره. ومن ثم شرع حد الردة في الإسلام، لكن لا يقتل إلا بعد استتابته، بأن يمهل 3 أيام ويعرض عليه التوبة، فإن تاب فإنه يقبل منه ويكف عنه، وإن لم يتب بعد نفاد المدة 3 أيام فإنه يقتل حدا. وإذا قتل حدا فإنه يعني حد الردة فإنه لا يدفن في مقابر المسلمين، لا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه ولا يدفن في مقابر المسلمين. وأيضا تكون أمواله لبيت المال، لا يرثه أحد، لا يرثه أقاربه المسلمون ولا أقاربه الكفار، وإنما يكون ماله فيئا لبيت مال المسلمين. وأيضا لا يجوز لأقاربه المسلمين أو للمسلمين أن يستغفروا له وأن يتصدقوا عنه كما يفعلون ذلك مع أموات المسلمين. ثم من العلماء من قال إنه تقبل توبة أي مرتد، تقبل توبة أي مرتد، لأن الله سبحانه وتعالى يقبل التوبة عن عباده، فمن تاب تاب الله عليه،
ومن العلماء من يقول تقبل توبة المرتد إلا أنواع من المرتدين لا تقبل توبتهم، منهم الساحر، لأنه وإن تاب بلسانه فإنه لا يتوب بقلبه لأنه زنديق، فيجب قتله بكل حال. ومنهم من سب الله أو سب الرسول صلى الله عليه وسلم فإنه يقتل ولا يستتاب لأن ردته مغلظة فيقتل، يجب قتله، ولأنه أصبح زنديقا ويخدع الناس بإظهار التوبة وهو مقيم على ما هو عليه. هذا من حيث الحكم في الدنيا يطبق عليه الحد. أما من حيث الحكم في الآخرة فإن كان صادقا في توبته ويعلم الله جل وعلا صدقه في توبته فإن الله يغفر له، أما نحن فنطبق عليه الحد في الدنيا. ويؤخذ من الآية أن المرتد عن الإسلام يكون في الآخرة أشد عقوبة من الكافر الأصلي. المرتد عن الإسلام الذي مات على ردته يكون أشد عقوبة من الكافر الأصلي، لأنه ترك الحق بعدما عرفه واستهان بالحق بعدما تبين له، فهو يكون أشد عقوبة وأشد عذابا يوم القيامة من الكافر الأصلي. يؤخذ من الآية معنى الظلم، كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم وشهدوا أن الرسول حق وجاءهم البينات والله لا يهدي القوم الظالمين. لا يهدي القوم الظالمين معناها لا يوفقهم لقبول الحق عقوبة لهم، وليس معناه أنه لا يبين لهم طريق الحق، فإن الله بين طريق الحق لكل أحد، ولكن لأن الهداية على نوعين، هداية دلالة وإرشاد، وهذه حاصلة لكل أحد وحجة قائمة على كل من بلغته، وهداية توفيق لقبول الحق، وهذه بيد الله سبحانه وتعالى، إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. فالهداية بيد الله سبحانه وتعالى، والله لا يهدي القوم الظالمين، لا يهديهم يعني لا يوفقهم لقبول التوبة عقوبة لهم. وسيأتي الكلام على معنى الظلم وأنواع الظلم في الحلقة القادمة بإذن الله، صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وأصحابه أجمعين.